السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب مادة الكمبيوتر سيكيورتي، أهلا وسهلا فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات المادة. اليوم إن شاء الله بدنا نستكمل حديثنا عن البابليك كي كريبتوغرافي، وحديثنا اليوم عن الديفي هيلمان، وهو آخر موضوع من مواضيع هذا التشابتر. طبعا إحنا يعني بالسابق المحاضرة الماضية حكينا عن الـ RSA وشفنا كيف الـ RSA تعمل، يعني وتحدثنا عن هذا الجدول اللي هو طبعا أهم عنصر فيه اللي هو العنصر الأخير، الكولوم الأخير اللي هو بيحكي عن المليون instructions per second في year. هذا يعني إنه a processor running million instructions per second for one year is required to طبعا do the factorization problem اللي حكينا عنها المحاضرة الماضية لتحليل العوامل الأولية. فيعني لما نحكي 7 اللي هي 7 مليون instruction per second running for one year، هذا يعني a lot of processing. طيب الديفي هيلمان يعني هو ال first public key algorithm، طبعا هو الأول، ويعني حقيقة هو يستخدم for ال key exchange، عادة for ال key exchange، يعني لتوزيع الكي. احنا حكينا واحدة من اهم المشاكل الموجودة في عالم السيمتريك، مش الاسيمتريك، السيمتريك كي انكريبشن، اللي هي هاو تو اكسشينج الكي. وحكينا انه قد تكون هاي اصلا يعني مشكلة رئيسية، لانه اصلا احنا بدنا نعمل شيرينج لسيكريت داتا او انفورميشن، لكن واحدة من متطلبات هذا الشيرينج او confidentiality انه يكون اصلا في عندي secret key بين السندر والريسيفر. طيب اصلا كيف السندر والريسيفر الان كان يعني have this secret value؟ اللي فيه هيلمان algorithm طبعا هو اللي بيساعدني على هذا الموضوع، كيف نعمل sharing ل secret value remotely. طبعا يعني احنا بعاد عن بعض، في عندي A و B هم بعاد عن بعض، ما في بينهم اي معلومات سابقة، ما في بينهم shared اي نوع من انواع المعلومات السابقة، فقط هم بدهم يستخدموا الديفي هيلمان to share a secret key ما حدا رح يعرفه في الدنيا الا A و B اللي هم السندر والريسيفر فقط. طيب شو هو هذا الالجوريثم؟ طبعا يعني اكيد مبني على اسس رياضية. first public published public key algorithm عام 76 عالمين ديفي هيلمان used commercial of number of commercial products practical method to exchange secret data securely that can be used for subsequent encryption of messages. طبعا يعني زي ايش مثلا؟ زي DES. الان DES ممكن يستخدم هذه الميثود مع DES مثلا عشان او AES حتى نعمل sharing للsecret data. Security relies on difficulty of computing discrete algorithms. اذا هنا يعني زي ما شفنا مثلا في الـ RSA شفنا انه الفاكتورايزيشن هي المشكلة الرئيسية للأتاكر يعجز عن حلها بسبب موضوع تحليل العوامل الأولية. الآن هون الـ security depends on difficulty of computing discrete logarithms. طبعاً يعني أكيد الـ discrete logarithms مختلفة عن logarithms العادية اللي احنا متعودين عليها اللي نحسبها من خلال الحاسبة بتعطيني كسور. هون يعني من اسمها discrete مختلفة، يعني لا تتعامل مع الأعداد الصحيحة. يعني تفصيلاتها بشكل أكبر أكيد يعني موجودة في مادة الكريبتوغرافي اللي حاب ياخذها، وبشجعكم دائما أنكم تاخذوها. بدنا نتفرج على الديفي هيلمان طبعا كالعادة من ناحية تطبيقية كيف يمكن أن نستخدم الديفي هيلمان كي exchange algorithm for exchanging ال secret key. طيب في عندي يعني عنصرين، اكيد في عندي A وفي عندي B، هاي A وفي عندي B، هذول هم الاثنين اللي بدهم يعملوا يعني شيرينج للسيكريت داتا اللي هو بهاي الحاله الكي اللي بدنا نبعثه بينهم، بدهم يستخدموه عشان يبعثوا داتا بينهم. طيب الريكويرمنتس، لازم يكون في عندي اولا بابليك جلوبال بابليك اليمنتس، هاي لاحظوا انها ايش معناتها؟ معلومات عامه مش سر، هاي بيقدروا A و B يبعثوها بين بعض كلير، ما في أي مشكلة. K
prime number. Q عبارة عن prime number، عبارة عن عدد أولي. الألفا الشرط تبعها لازم يكون أقل من Q، and alpha should be a primitive root of Q. يعني شو يعني primitive root of Q؟ ورح نعطي التعريف إن شاء الله بالسلايد اللاحقة. لكن يعني حقيقة اللي بده يتوسع في هذا الموضوع بشكل كبير زي ما حكيت again مرة ثانية بده ياخذ مادة الكريبتوغرافي، بنحكي إن شاء الله فيه في التفصيل، أو يعني الدكتور بيرس المادة بيحكي فيه في التفصيل عن هاي الأمور. الماثماتيكال باكراوند، الآن كلنا نعرفه إنه الكيو هو عبارة عن prime number والألفا هي عبارة عن primitive root. شو يعني primitive root؟ رح نحكي هسا كمان شوي. طيب user A key exchange، الآن اليوزر A شو رح يعمل؟ رح يعمل selection لprivate value XA. إذن هاي عبارة عن private value، XA شو مالها؟ أقل من Q. إيش مالها؟ أقل من Q، هذا الشرط اللي لازم يكون موجود فيها. لاحظوا إنه هاي عبارة عن selection، يعني أنت بتختار أي رقم أقل من Q. الآن بناء على XA اللي هي private value، يعني هاي XA ما حدا لازم يعرفها إلا A فقط، فقط A هو يعني الذي يجب أن يعرف هاي الفاليو، وهي مخفية عن كل العالم الآخر. الآن بناء على قيمة XA وبناء على قيمة ألفا وبناء على قيمة Q، طبعا ألفا و Q معروفين للكل مش سر، السر فقط هو XA، بدنا نحسب الـ YA. شو تساوي الـ YA؟ الـ Y تساوي YA تساوي ألفا to the power XA mod الـ Q. الآن الـ YA الآن هاي عبارة عن الببليك داتا اللي A بده يعطيها أو يبعثها لليوزرز الآخرين. طيب الآن بنفس الوقت in parallel user B كمان شو بده يحسب؟ بده يحسب كمان بنفس الطريقة XB و YB. XB اللي هي secret value اللي هي private value، YB اللي هي public value، بنفس الطريقة بيحسبها. YB تساوي alpha for XB mod لQ. okay. طيب الآن شو راح يصير؟ راح نعمل exchange للpublic data، وهذا exchange مش شرط يكون confidential، ما في داعي إنه يكون confidential. شو يعني ما في داعي إنه يكون confidential؟ يعني عادي بنبعثه clear text ما في أي مشكلة. فالA بالإضافة للXA والYA شو راح يصير عنده كمان؟ راح يصير عنده كمان YB. إذا حصل الYB، كيف حصلنا الYB؟ clear text ولا في أي مشكلة، نبعثها clear text. وهون كمان البي شو صار عندها كمان؟ YA اللي هي كمان عبارة عن clear text، اللي هي كمان عبارة عن clear text. إذن YA و YB صاروا موجودين عند user A و user B. طيب الآن على جهة user A، على جهة user A شو بده يحسب؟ بده يحسب K اللي هي secret value، اللي هي بدها تصير إيش مالها؟ shared between A و B، اللي الآن ممكن نستخدمها إحنا ككي في شيء زي الـ DS، وما حدا بيعرفه إلا مين؟ إلا A و B. طيب الـ K الآن كيف نحسبها؟ الـ K تساوي Y to the power YB اللي هي public value of B، أوكي، اللي هي طبعا هذا على جهة A بنحسبها، to the power XA. طبعا XA ما حدا بيعرفه إلا مين؟ إلا A. إذن YB to the power XA mod Q، هذا الحكي يساوي K. والآن على جهة B كيف راح نحسب؟ راح نحسب راح نحكي انه كي تساوي y to the power ya to the power xb، ya اللي هي public value جبناها من عند a، والxb اللي هي private value mod لQ، هذا الاشي راح يعطيني k. الان الk هاي اللي هون والk اللي هون اللي عند الاثنين راح يطلعوا متساويات، مع انه احنا حسبناهم بطريقتين مختلفات، راح يطلعوا متساويات مع انه احنا يعني حسبناهم بطريقتين مختلفات. اذا راح يطلعوا الk هاي والk هاي متساويات. طبعا الان التريك هون انه حتى نحسب الk هاي بلزمنا هون كان xa، والxa هي عباره عن secret value ما حدا بيعرفها الا a، وحتى نحسب الk على جهه b كان يلزمنا الxb، والxb هاي كمان عباره عن private value ما حدا بيعرفها الا b. عشان هيك الكي هذا الجنريتد هو shared فقط بين A و B. معرفة XA و XB طبعا صعب جدا من معرفة YA و YB، من معرفة YA و YB لا يمكن معرفة XA و XB.
وهنا طبعا يعني الناحية الرياضية اللي بتساعدنا في هذا الموضوع. الآن كإكسرسايز بدي إياكم تثبتوا فعليا إنه الكي اللي بتطلع هون فعليا مساوية للكي اللي بتطلع هون، فجربوها باستخدام قلم ورقة واكتبوها وشوفوا شو اللي بطلع معاكم. طبعا ما بدنا ننسى شو قيمة واي اي اصلا كانت واي بي، يعني هون واي بي عوض هون واي بي وهون عوض واي اي، شو تساوي واي اي؟ لاحظوا انه واي بي هون شو كانت تساوي؟ واي اي تساوي الفا تو باور اكس اي مود كيو، عوضها هون وشوفوا حلل. وهون نفس الشيء الواي اي شو كانت تساوي؟ عفوا هون الواي بي، واي بي تساوي الفا تو باور اكس بي مود كيو، وهون الواي اي اللي هي تساوي الفا تو باور اكس اي مود كيو، عوض هون وهون ويعني حلل الامور شوف شو بيطلع معك في النهايه. راح تستفيد من الخاصيه اللي حكينا عنها في ال ار اس اي، عفوا في خاصيه حكينا عنها هاي اللي هي اي ضرب بي مود جي تساوي يعني هذا الحكي، تستفيد منها في تحليل واثبات انه فعليا الحد اللي على اليمين يساوي الحد اللي على الشمال. اوكي، اذا هذول الثنتين تثبت من خلال تعويض واي بي واي اي، من خلال تعويضهم هون راح تثبت فعليا انه هذا الكي مساوي لهذا الكي. اذا الخلاصه هون انه حصلنا كي اللي هي shared value between A و B، وهذا الـ K عبارة عن رقم الآن ممكن نستخدمه for exchanging data secretly using a symmetric encryption. symmetric encryption زي DES و AES. طيب لا شو يعني primitive root؟ احنا حكينا انه الألفا is a primitive root of Q، شو يعني انه الألفا is a primitive root for Q؟ طيب شو بيحكي لك القاعدة؟ For any integer A co-prime to Q، any integer A، لاحظوا أنه هذا A مش ألفا، For any integer A co-prime to Q، شو يعني co-prime؟ يعني greatest common divisor بين الألف A والQ يساوي واحد، زي ما أخذنا المحاضرة الماضية لما حكينا عن RSA، العامل المشترك القاسم المشترك الأكبر بين الألفا والكيو يساوي واحد، يساوي واحد. طبعاً الـ A أي انتجر A اللي هم A لازم يكون إيش معنا؟ يعني أقل أو يساوي الكيو، أقل أو يساوي الكيو. طبعاً إذا كانت الكيو يا جماعة برايم، إذا كانت الكيو إحنا كان الشرط في الكيو إنها تكون برايم، هذا كان الشرط في الكيو إنها تكون برايم، فهذا يعني انه A هي فعليا كل الارقام اللي اقل من Q، لانه اذا انها Q برايم هذا معناته اصلا هي ما بتقسم الا على نفسها وعلى واحد، فبالتالي كل الارقام اللي تحتها اللي اقل منها هي كو برايم معها، هي كو برايم معها، يعني greatest common divisor بين ال A وال Q يساوي واحد، وال A هو كل الارقام اللي اقل من Q، يعني لاحظوا انه any integer في بين واحد و Q ناقص واحد. طبعا there is an integer k such that alpha to the power k mod q، okay alpha to the power k mod q يساوي a mod q، اذا لازم يكون for any integer a co prime تكون تتحقق هاي الخاصيه، تتحقق هاي الخاصيه. طبعا هذا هو الكونغروانس، هذا هو تعريف الكونغروانس. طيب الان شو يعني كونغروانس؟ حكينا يعني متماثل انهم لهم نفس المود، يعني مثلا اكزامبل حكينا انه 50 مود ال 12 تساوي 14 مود ال 12 يعني يتساوي 2، طبعا تساوي 2. هاي حكينا المحاضرة الماضية ممكن نكتبها 50 مع 3 شحطات، يعني ممكن نكتبها بهذه الطريقة 50 بدون مود ال 12، 50 مكافئة لل 14 مود ال 12 congruence. اوكي هذا تعريف البريميتيف روت، يعني ما بدنا نوقف عنده كثير زي ما حكيت لأنه يعني في له تفصيلات رياضية يعني احنا بعيدين عنها في هذا الكورس حقيقه، لانه بحاجه لماثيماتيكال باك جراوند طويله في ماده الكريبتوغرافي بيركزوا عليها الزملاء الكرام في الجامعه. طيب خلينا ناخذ مثال بالارقام دي فيها المن اكزامبل البرايم نمبر، في عندنا كيو مثلا هذا عباره عن برايم نمبر، 353 عباره عن برايم نمبر، البريميتيف روت اللي هو الفا 3، الفا يساوي 3. A and B compute their public keys، طبعا
يعني هون لما احكي لك compute their public keys هذا ضمنيا يعني already هو حاط ال private values لانه ال y a تساوي alpha to the power x a. اذا بالتالي هون ال x a شو هي؟ شو تساوي ال x a اللي هي 97. اذا 3 القوة 97 mod 353 يساوي 40. اذا هاي هي ال y a. اذا ال x a هاي هي ال x a. اذا هاي اكيد هي ال x a هاي هي ال private value. وال XB اللي هي 233 كمان private value، الشرط فيها أنه تكون أقل من 353. هاي هي ال XB private value تبعت B. إذن الاثنين حسبوا ال public value تبعتهم، لأن ال 40 هاي ال A راح يبعثها لمين؟ ال A راح يبعثها ل B، وال248 ال B رايحة تبعثها ل A، فصار عندهم هاي ال values. طيب الآن A راح يحسب ال K اللي هي راح تساوي YB to the power XA mod 353، ال YB 248 للقوة 97 XA mod 353، طبعا هذا الحكي يساوي 160. وبنفس الطريقة حسبناها في ال B، طلعت ال value كمان نفسها اللي هي 160، ويعني هذا يعني انه النتيجة اللي وصلنا لها اكيد صحيحة، النتيجة اللي وصلنا لها اكيد صحيحة. طيب الاتاكر must solve البروبلم هاي، الاتاكر لازم يحل هاي المرة. طبعا هاي ثلاثة يعني هاي تايبو من زمان موجودة ما صلحناها، to the power xa، ثلاثة to the power xa اللي هي مود 253 تساوي 40 اللي هي A، هاي مش ألفا، هاي الثلاثة اللي هي الألفا. إذن هون ثلاثة to the power XA مود 353 تساوي 40، هاي هي المشكلة اللي بيحاول يحلها الأتاكر، لأنه بيعرف إنه الثلاثة هي الألفا، وبيعرف إنه 353 هي الـ Q، وبيعرف إنه الـ 40 هي الـ public value. الإشي المجهول اللي هو الـ XA. And this is a hard problem. إنه يلاقي ال XA من هاي المعلومات كلها اللي هي 97 اللي هي secret value. This is very hard. لأنه لو لقاها فعليا راح يقدر يطلع ال K اللي هو K، لأنه عنده ال YB الأتاكر أكيد راح يكون شايف ال YB، ومن ال XA بقدر إنه يطلع secret value اللي هو 160. إذن هون هدف الأتاكر طبعا شو الهدف النهائي؟ طبعا إنه يعرف ال 160 هاي اللي هي secret value اللي هي secret value. يعني هذا هو طريقة، هذه هي طريقة عمل ال ديفي هيلمان. بتمنى إنكم يعني تتفرجوا على النيوميريكال اكزامبل الموجود قدامكم وتحاولوا تحلوه بإيدكم فعليا، تطلعوا إنه ال 160 هي الفاليو اللي بطلعها ال y a وال a، ونفس الفاليو طبعا اللي بطلعها ال b. طيب الآن هون في عنا مشكلة رئيسية في ديفي هيلمان اللي هي بنسميها مان ان ذا ميدل اتاك. ايش يعني مان ان ذا ميدل اتاك؟ احنا هون حكينا انه ال A راح ياخذ هاي ال 40 اوكي ويبعثها لل B، ونفس بنفس الطريقة ال B راح تاخذ هاي 248 وايش وتبعثها لل A. B راح تبعثها لـ A. طيب المشكلة الرئيسية الموجودة هون عندي إنه هون الـ B لما تستقبل الـ 40 هاي الـ value ما عملت أي نوع من أنواع الـ verification إنه هاي الـ 40 فعلياً إجت من الـ A. إذن هاي بتسوي عندي مشكلة في الـ authentication. إذن في عندي مشكلة authentication. إيش يعني مشكلة authentication؟ يعني إجا عندي الأتاكر أخذ هاي الـ 40 ووقفها، أخذ هاي الأربعين ووقفها، ولما وقفها بعث بدالها فاليو أخرى. الآن البي راح تفكر حالها قاعدة بتحكي مع مين؟ مع الأي. ونفس الإشي هون كسر هاي الكوميونيكيشن وبعث كمان فاليو أخرى مختلفة عن الفاليو اللي بعثها هون. أوكي؟ فكمان راح يصير في عندي مشكلة كبيرة. ليش؟ لأنه الشيرت فاليوز بينهم راح يصير فيها مشاكل. هذا هو اللي بنسميه مان إن ذا ميدل أتاك. Man in the middle attack. Okay. يعني
الكي اكسشينج بروتوكول بالوضع الطبيعي بيشتغل زي ما انتم شايفين، الواي اي بنبعثه للبي والبي بيبعث الواي اي بي ل الاي، وكل واحد بحسب الكي اللي عنده. الان وين المشكله في المان ان ذا ميدل اتاك؟ لاحظوا انه هون المعلومات كلها اللي بيعرفها اي، هون كل المعلومات اللي بيعرفها بي. لان اذا كان في عندي اتاكر ممكن انه يوقف الواي اي، وبدل الواي اي شو يبعث مثلا؟ واي دي 1. هاي الخطوات المان ان ذا ميدل اتاك. طبعا راح يكون عنده الاتاكر اكس دي 1 واكس دي 2 واي دي 1 واي دي 2. يعني الواي دي 1 راح يحسبها من الاكس دي 1، والواي دي 2 راح يحسبها من الواي اكس دي 2. طبعا هذول كلهم بناء على قيم ايش؟ الفا وكيو، اللي هم اوريدي حكينا بابليك فاليوز. هذول بابليك فاليوز الالفا والكيو بابليك فاليوز معروفين عند الكل. اذا من هاي القيم الالفا والكيو راح يحسب اكس دي اي اكس دي 1 عادي، زي كانه بده يستخدم هو نظام الدي في هيلمان كامل. بس شو صار عنده واي دي 1؟ طيب شو راح يعمل هون؟ شو راح يعمل بدل الواي اي؟ هاي راح يوقفها حكينا. شو راح يبعث بدالها؟ راح يبعث بدالها واي دي 1. اذا البي الان راح توصلها بدل واي بي، شو راح توصلها؟ عفوا بدل بدل ال، خلينا نمحيها، بدل ال بدل الواي اي، بدل الواي اي هاي شو صار عندها الان؟ واي دي 1. اوكي، والواي بي كمان الاتاكر شو راح يعمل؟ راح يوقفها وراح يبعث بدالها ايش؟ واي دي 2. واي دي 2. فالان بدل الواي بي هاي اوكي شو راح يصير في عندي؟ واي دي 2. طيب هذا يعني، هذا يعني يا جماعة إنه إيش؟ إنه الآن YB رح يعمل generation لكي جديد. هذا الكي الجديد رح نسميه إحنا مثلاً K1. باب هون رح يعمل generation لكي جديد، رح نسميه هذا شو رح يصير اسمه؟ K1. وهذا رح يكون K2. لاحظوا إنه الK1 والK2 إيش مالهم الآن؟ مش متساويات، لأنه هذا محسوب باستخدام YD1 وهذا محسوب باستخدام Y D2. طبعا هاي X، X مقصود فيها انه التغى، يعني هذا اللي هون X يعني انه التغى، وقفنا الكوميونيكيشن، يعني we cut the communication، we intercepted the communication فقط، يعني عشان بس ما يصير في اي confusion. هاي ال X مقصود فيها انه صار في عندي interception للكوميونيكيشن. طيب K1 و K2 الان ايش مالهم؟ مختلفات، مختلفات، لكنهم shared مع مين؟ مع مع الاتاكر. اذا هون الاتاكر هون قاعد في النص، الاتاكر هي في النص هون، يعني intercepted الكوميونيكيشن. الان الاتاكر بيقدر يعمل، ينتج ايش؟ بيقدر ينتج الان K1 و K2. K1 بينتج K1 اوكي، وبينتج K2. كيف بينتج K1 و K2؟ كيف بينتج K1 و K2 الاتاكر؟ كيف راح ينتج K1 و K2؟ فكروا فيها شوي، كيف راح ينتج الاتاكر K1 و K2؟ K1 طبعا راح ينتجها، ليش؟ لانه حتى ينتجها هو بحاجة لايش؟ بحاجة لل X D1، وال X D1 موجود عنده، X D1، وبحاجة لإيش كمان؟ للواي بي، والواي بي هو أصلاً إيش؟ عمل لها intercept، أصلاً عمل لها intercept، لأنه أصلاً الواي A وقفها وبعث الواي D1. طيب والK2 عشان ينتجها هو بحاجة لإيش؟ لل X D2، لأنه ال X D2 هو عمل intercept لها وبعثها لمين؟ لل A، وبحاجة لإيش؟ لل Y A، بحاجة لل Y A. ال Y A أصلاً عنده وحصل عليه. إذن بيقدر يعمل ينتج K1 وبيقدر ينتج K2، إذن الاثنين بيقدر إنه ينتجهم. فبالتالي الآن لما ال A يبعث له داتا
راح الـ A يشفرها مثلا، A بده يبعث داتا لـ B، والـ A بفكر حاله بتواصل مع B، راح يشفر هاي الداتا مثلا، راح يبعث مسج انكريبشن، راح يبعث الانكريبشن اوف مسج، راح يبعث باستخدام الـ DES مثلا باستخدام K2. لاحظوا انه الباب الان البي ما بيعرف كي 2، لان الاتاكر راح ياخذ هاي الداتا يفك تشفيرها باستخدام الكي 2 يقراها، لانه هو بيعرف الكي 2، راح يفك تشفيرها باستخدام الكي 2 ويقراها بكل بساطه يقراها. الان الاتاكر بيقدر يغير عليها المسج ويبعثها كمان لبي. ليش بيقدر يغير عليها او ما يغير؟ ممكن يبعثها، يعني ممكن يعمل انترسبت فقط يقراها، اوكي؟ فهون بيصير في عندي زي انه كانه بيعمل ايفز دروبينج فقط، وممكن انه يغير عليها على الام. بس الان لما يبدأ يبعثها لبي شو راح يعمل؟ راح يشفر المسج هاي، اوكي، راح يشفرها، راح يفك تشفيرها ويشفرها، لكن باستخدام ايش الان؟ باستخدام K1، لانه K1 هو اللي شيرد بين بي والاتاكر. طبعا الان بي وA الاثنين بيفكروا حالهم قاعدين بيحكوا دايركتلي مع بعض بدون اي اي طرف، يعني وسيط، بدون اي طرف وسيط. وهكذا يعمل يعني المان ان ذا ميدل اتاك بالنسبه للدفي هيلمان. اذا المشكله في الاوثنتيكيشن، احنا بحاجه لطريقه عشان نعمل يعني اوثنتيكيشن بالنسبه للواي اي والواي بي، نتاكد فعليا انهم جايين من الطرف الصحيح. اذا هون خلينا نمشي على الخطوات. واي دي واي اي، واي اي ترانسميتس، اليس ترانسميتس واي اي، دارت انترسبتس، دارت اللي هو الاتاكر، واي اي اند ترانسميتس واي دي 1 تو باب، نفس الشيء واي دي 1. الان باب يوزز واي دي 1 تو كالكوليت الكي 1، وباب ترانسميتس واي بي، دارت انترسبتس الواي بي اند ترانسميتس الواي دي 2 to Alice. Darth calculates K1. Alice receives YD1, D2 and calculates K2. وطبعا الآن كل subsequent messages are intercepted or manipulated. طيب يعني هيك احنا بنكون وصلنا لنهاية حديثنا عن الديفي هيلمان وعن البابليك كي كريبتوغرافي. بتمنى انكم يعني ترجعوا تدرسوا المادة وتراجعوها، وفي حال كان عندكم اي اسئلة او استفسارات تتواصلوا عن طريق معي، عن طريق الايميلات، عن طريق المسجز. وان شاء الله المحاضرة القادمة راح نحكي فيها عن اليوزر اوثنتيكيشن. يعني هيك بنكون احنا خلصنا موضوع الكريبتوغرافي، تحدثنا في الكريبتوغرافي في تشابترز 1 و 2، يعني 1 اوفر فيو كانت، و 2 بشكل رئيسي، و 21 و 20 تحدثنا فيهم عن مواضيع الكريبتوغرافي بشكل عام. و يعني احنا الان انهينا حديثنا عن الكريبتوغرافي في هاي الماده. طبعا موضوع مهم لازم نحكي عنه بتفصيل شوي، كان في بعض المواضيع، وفي بعض المواضيع الأخرى تحدثنا عنها يعني بسرعة بدون تفصيل، لأنها بحاجة ل يعني مراجعات ومثلا خلفيات يعني بالرياضيات والنمبر ثيوري بشكل رئيسي. فعشان هيك احنا عملناها سكيب وتركناها لمادة الكريبتوغرافي. أتمنى لكم التوفيق، وإذا في عندكم أي أسئلة ممكن أنكم تتواصلوا معي عن طريق المسجز أو الإيميل. يعطيكم